إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. إذا كان المسجد بعيدا ويعني لو أذن مثلا لو أذن من غير ميكروفونات من هذا المسجد مكان عالي والجو صاف مثل ما ذكر الفقهاء يعني ولم تستطع أن تسمع الأذان فإنه لا يجب عليك أن تذهب تصلي سواء الفجر أو غيره إذا كان المفترض أنك ما تسمع الأذان لو لم يكن بغير ميكروفون. أما إذا كان لا بل تستطيع أن تسمع الأذان فيجب عليك أن تصلي إلا إذا كان عليه خطر عليك مثل ما ذكر بأنهم الطريق غير آمن وبالليل والفجر ونحو ذلك. فإذا كان الطريق غير آمن وأنتم مجموعة وصليتم جماعة في وقتها فالأظهر أنه لا بأس عليكم إن شاء الله. Mm-hmm.